ندخل المعموره شويه. طبعا احنا نعتبر دور معموره يعني. اهو بصوا بفتح الفيديو عروسه خلوكم معايا. من بعيد كده تمام. هروح كافيه كده بنحب نروحه ودايما لما بنيجي هنا. تعالوا معانا يلا وايه وخرجوا معانا يلا بينا. وهنا كوكي بتلعب اهو زي ما انتم شايفين. رحنا هناك دخلنا كافيه في المعموره حلو قوي. طبعا في شويه كده العاب للاطفال وطبعا بنشرب حاجات كده بسيطه. وطبعا البحر قدامنا زي ما انتم شايفين. الجو تحفه والمعموره فاضيه. المعمورة فاضية اخيرا. المعمورة فضيت واخيرا اسكندرية تحسي انها بقت بتاعتنا دلوقتي. ما بقتش زي الاول خالص. بصوا المية تحفة تحفة تحفة. المعمورة بجد بصوا حلوة جدا. يوسف كمان بيلعب. ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه؟ يوسف بيسلم عليكم. تعال. طبعا كوكي بتلعب هنا ويوسف جاب لها عربيه بيلعبها. كوكي بتعملي ايه يا حبيبي؟ بتعملي ايه؟ العجله. استنى يوسف روح عند النور شويه كده عشان اعرف اصور. بتعمل ايه يا كوكي؟ بالسوق. انت حلو انت حلو قوي يا حبيبي. عامل ايه يوسف؟ طلعت معانا كوكي. ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تعملي ايه؟ قلنا عندها واحد زي ده وحش. يلا روحي يلا. يلا روحي باي. بشرى جبتي اركبي يلا. اركبي. اركبي يا بشرى. جو تحفة جدا جدا جدا. أجواء تحفة بجد. احسن حاجه بقى المعموره هاديه جدا جدا. خلاص روحنا خلصنا السهره بتاعتنا ومروحين. وش البوابه بتاعتك؟ فين مليكة؟ هي مليكة جايبه بالونه. اجواء تحفه دلوقتي جدا في المعموره وهادئه.